قولي ربنا يعوض علينا، ربنا يعوض علينا. احنا ده كل اللي حصل في الشقة زي ما انتوا شايفين كده، ما عادش ولا اي حاجة سليمة في الشقة، ما عادش كله راح والحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. بنرحب بيكم في تغطيتنا المستمرة من داخل محافظة الدقهلية، وتحديدا احنا موجودين في مدينة دكرمس. ربنا يكفينا شر فواجع الأقدار وانقلاب الحال يا رب العالمين. أهل الشقة اللي احنا فيها دي يعني للأسف خرجوا من شقتهم وكانت بكامل محتوياتها وجهاز كامل، وكانت الشقة متجددة، لكن للأسف الشديد فجأة رجعوا إن النار أكلت كل شيء زي ما واضح قدام حضراتكم. دعواتكم متابعينا الكرام للناس دي إن ربنا يعوض عليهم، لأن زي ما حضراتكم شايفين إن بلاط الشقة نفسه النار طيرته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. اشرحي لنا اللي حصل كده ممكن؟ إيه. بس. إيه أنا كنت قاعدة في شقتي فسمعت هي كانت بره، كانت في مشوار. تمام. فأنا لقيت الباب متشد فقلت ما أطمن هي عملت إيه في المشوار اللي هي كانت فيه. فبخبط ما لقيتش حد رد عليا، فرجعت تاني شقتي فلقيت سمعت صوت طقطقه كده، فرجعت تاني خبطت عليها ندهت عليها ما ردتش، فانا قلقت لقيت في صوت برده طقطقه كده كش. تمام. فلقيت صوت طقطقه فرجعت ببص كده من البلكونه لقيت في نار خارجه من الشباك، فقعدت انده بقى على الناس في الشارع واحاول ارن على المطافي والناس تحاول ترن وكده، فالنار كانت جامده والناس اتلمت قعدوا يكسروا الباب، خدوا فتره طويله قوي لما الباب اتكسر، يعني لما النار بقى اكلت كل حاجه في الشقه. هو حضرتك جارتها او سلفتها المجاوره الشقه المجاوره؟ الشقه اللي جنبها، وكانت بقى معديه بقى الدخان معديه من الحيطه اللي بيني وبينها. انتوا ما كنتوش تعرفوا طبعا ايه اللي بيحصل في الشقه، انت كنت معتقده ان هي موجوده؟ لا انا فكرت ان هي موجوده فجيت خبطت في ساعتها، يعني كانت موجوده ونزلت ما كملتش دقيقتين. فالنار دي يعني النار اكلت الحاجه في 3 5 دقائق، فحته فتحه الباب اللي اخرتهم قعدنا نكسر الباب يعني اكتر من ربع ساعه. اللي حصل ده تحديدا في انهي منطقه في تكرمس؟ يعني مركز شارع بنك مصر القديم بجوار فرن عصفور. بجوار فرن عصفور؟ اه. منزل بيت عبد العال محمد جبر. تمام. لو في رقم تليفون ده رقم 26 باسم رقم المنزل. اه تمام. كلميني بقى، يعني احنا شايفين ربنا يكون في عونك. الحمد لله. الصدمه اللي انت فيها دي ربنا يكون في عونك يا رب العالمين. انت بتقولي يعني احنا عرفنا ان الشقه دي كانت متجدده من قريب جدا. ايوه انا مجدده كل حاجه فيها، كل حاجه فيها كانت متجدده. ايه ومعنا صورها وهي لسه جديده. بنتي يعني كانت بتعمل فيديوهات فيها وهي جديده، فجاه بقت زي ما انت شايفه. وكان فيها كنت مجهزه لبنتك، يعني ما تعيطيش، وحيد الله وحيد الله. ان شاء الله ربنا يعوض عليكي، ربنا يعوض عليكي ان شاء الله باذن الله. يعني ابتلاء كبير وابتلاء شديد، وزوجك كان مش موجود في التوقيت ده. انت كنت عند بنتك؟ كنت عند بنتي. اه تصوري؟ لا. تمام. انت كنت عند بنتك في التوقيت ده؟ اه. والخبر جالك ازاي بقى؟ رئيس الفي بيرن عليا بيقول لي انت فين؟ قلت له انا عند بنتي. قال لي طب تعالي شقتك بتولع. قلت له طب اكسروا الباب على ما اوصل، يعني مش ما اعرفش انا جيت ازاي اصلا. انا ما اعرفش انا جيت لقيت المطف والدنيا زي ما انت شايفه كده. والناس بتطفوا، البيت كان مكهرب كله من تحت. احنا سمعنا ان انت رفضت تسيبي الشقه حتى يعني لا احنا ما رضيتش تنامي بره الشقه، يعني كده انتوا كل محتويات الشقه اترمت في الشارع. كله تراب زي ما انت شايفه، مفيش اي حاجه وملابسكم كمان كل الهدوم وكله البطاطين والفرش كله راب. زوج حضرتك بيشتغل ايه؟ سواق. انت قلت لي ان هو شبه ان هو من الصدمه مفيش كلام، من ما اتكلمش ولا اتكلمش ولا قال ولا كلمه والله، ودخل نام فيها كده. النار بدات هنا في الاوضه اللي احنا شايفينها دي، يعني دي اكتر اوضه، وكمان سببت ان الحيطه الثانيه حصل فيها تصدع. اه الشقه اللي جنبي، الحيطه اللي جنبي النار طلعت منها في الشقه اللي جنبي. ايوه. ده بسبب ايه؟
مس كهرباء. مس كهرباء. طب مين اللي قال لكم ان في ان ده سببه مس كهرباء؟ لان ما فيش اي حاجه في الشقه. ما كانش في اي حاجه ولعب في الشقه قبل ما نمشي. ما كانش. ولو انت شايفه السقف السلوك ضربه فوق، السلوك كلها سايحه، كل السلوك في السقف سايحه، شوفي مدلدله ازاي سلوك البيت كله. الشقه كانت مقفوله، فالنار اتمكنت يعني الحمد لله متابعينا الكرام ان ما فيش خسائر في الارواح، لكن في خسائر طبعا في الماديات، كل شيء في الشقه راح زي ما حضراتكم شايفين. بنطلب من حضراتكم يعني الدعاء للاسره دي، زوجها سواق بيشتغل سواق، وهي ست بيت، وللاسف الشديد ان يعني كانت صدمه بالنسبه لهم كبيره جدا. هي كانت بره البيت في التوقيت ده، طبعا زي ما حضراتكم شايفين محتويات الشقه كلها خالص. الاجهزه الكهربائيه شفت الثلاجه؟ الاجهزه الكهربائيه الثلاجه. الثلاجه اتاكلت يعني الثلاجه من بره. المطبخ والحمام والشجر المروحه. ها؟ ده المطبخ والحمام كلها والبيبي كلها، كل حاجة ولعت. روح لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت كنت مجددة ده منقول كل ده مجددة العفش؟ كل ده كان متجدد. يعني صدمة كبيرة جدا. أوضة الأنتري. الشاشة مين صحيحة؟ كل الناس بتدعي لك ان ربنا يعوض عليك. الحمد لله. لو في رقم تليفون لحضراتكم من حد يتواصل معاكم ممكن حضراتكم تقولوا له. 010-123-90-257. تمام. تاني بعد اذنك. 010-123-90-257. متابعينا الكرام، اتمنى ان حضراتكم تكتبوا الرقم ده في التعليقات، والتواصل هيكون مع اي حد حابب ان هي يدعم الاسره البسيطه دي منكم ليهم. يعني التواصل معاكم لرقمهم ده، رقم ام ايه؟ ام علاء. ام علاء. ده رقم الست ام علاء صاحبه الشقه اللي حضراتكم شايفينها كده دي. طبعا الاسره ما فيش اي حاجه يناموا عليها، خلاص كل حاجة اتفحمت، كل حاجة اتدمرت بسبب ماس كهربائي. ربنا يا رب ربنا يحميكم يا رب ويحمي كل أولادكم. و بصي هنا ديت مفاتيح الكهرباء شايفة؟ يعني الشقة اتفحمت بالكامل، مفيش أي حاجة طلعت من الشقة دي. أنت حضرتك الغيارة ليها وسلفتها صح كده؟ أيوه. قولي لي بقى، انت اتفاجئتي باللي حصل ده؟ يعني ما كنتش مصدقه ان الناس كسرت الباب، لقيتوا النار مقابلاكم. انا يا دوب بس الباب اللي اتفتح لقينا الدخانه مقابلنا، مع عمتنا اصلا كناش شايفين قدامنا. ما كنتوش شايفين قدامنا؟ شايفين قدامنا من الدخانه، يعني شفت الدخانه عملت ازاي في السلم، والدخانه دخلت شقتي، بهدلت برضه الشقه عندي. في شروخ حصلت في الحيطان عندك؟ من قوه في الصالة النار، وفي اوضه الاطفال من قوه النار. ايوه الحمد لله على كل حال. زوج ام علاء يبقى اخو زوجي. أيوة. صح كده؟ ايوه. قولي لي بقى حالته النفسيه، انت بتقولي حالته النفسيه تحت الصفر. هو اصل احنا بلغناه الخبر، هو جه دخل على الشقه ما طلعش منها، فنام فيها وهي بدخانها وبالصهد، نام فيها بدخانها ما رضاش يطلع. طب تعالى هنا سيبوني ما اتكلمش لغايه دلوقتي، ما اتكلمش، فيش اي تعليق. لا لا ده من حزنه طبعا خالص، يا الصدمه صعبه له. لانه ما كانش متخيل كده، احنا قلنا له فما كانش متوقع ان كان كده. ممكن معتقد ان الموضوع بسيط ما حدش الشقه بقت على البلاط، يعني احنا كبير من قوه النار ان البلاط نفسه، البلاط الشقه متبشره الكرام نفسه اتخلع زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الواقع دي هنا اوضتي بقى، الجدار ده اوضتي والجدار ده الصاله عندي، يعني النار كانت طالعه من الشرخ ده عندي بقى. طبعا المتابعين الكرام زي ما حضراتكم شايفين هنا في مدينه ذكرنس التابعه لمحافظه الدقهليه في شارع
عمر افندي بدوار بنك مصر، شارع بنك مصر بدوار فرن عصفور. بدوار فرن عصفور. لو انتم اللي من ديكيرنس او من الاماكن المجاوره لو سال هيعرف يوصل. وطبعا ام علاء قالت رقم تليفونها، نتمنى طبعا كلنا ايد واحده، نتمنى اي حد يقدر بدعوه يقدم الدعم للاسره دي، لان طبعا زي ما سمعتم ان الزوج من حزنه نام في وسط الدخان دي ورفض ان هو يعني يخرج من الشقة، لأن ما كانش متخيل إن المنظر ده. يعني الشقة بقت على البلاط وكل حاجة اتحرقت. ربنا يحميكم يا رب العالمين، وربنا يعني يحفظ بيوتكم وبيوت المسلمين أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكفينا ويكفيكم شر فواجع الأقدار وانقلاب الحال. أم علاء هتقولي لي رقم التليفون بعد إذنك تاني. 0100 23 90 257. تمام. 0100 0100 23 90 257. جزاكم الله كل خير متابعينا الكرام، دعواتكم للست ام علاء ان ربنا يفك كربها في هذا الابتلاء الشديد. طبعا الموقف صعب جدا، وزوجها بيشتغل سائق بالاجره، يعني اللي هو يوميا عامل. أيوة يوميا. أيوة. رزق يوميا. مش راتب ثابت. لا. شغال مندوب مساحيق. مندوب مساحيق. بيطلع من الصبح. بيطلع من الساعة 7 يرجع بالليل. إن شاء الله بإذن الله ربنا يعوض عليكم. متابعينا الكرام بشكركم على حسن المتابعة والمشاهدة، دعواتكم للست أم علاء إن ربنا يفك كربها. وطبعا ملحوظة مهمة جدا، الست أم علاء عندها بنت كانت بتجهزها، وكان موجود هنا في الشقة بعض من الجهاز بتاع العروسة، يعني جهاز العروسة نفسه اتدمر بجهاز الأم بالسراير. الناس دي نايمة على البلاط حرفيا زي ما حضراتكم شايفين. ربنا يلطف بالناس جميعا يا رب العالمين. بشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، بشكركم وإلى اللقاء.